الو في هذه الحاله غادي ناخذ هنا جوج تاع الاوساط غادي نبقى في الموجه الضوئيه وغادي نجينيراليزيو هذا الشيء كامل بالنسبه لكاع لي زون دونك ناخذ هنا وسط واحد بصفه عامه حنا في هذا النيفو ديالنا تاع الباكالوريا هذا وسط واحد غادي يكون هو الهواء مثلا عندي الهواء دونك المعامل الانكسار ديالو غادي نسمي هذا ان ان وهذا الانكسار ديالو كنعرفو حنا هو واحد هذا المعامل الانكسار ديال الهواء هو واحد دونك ماشي نحتاجو دابا وعندي الوسط رقم جوج هذا الوسط رقم جوج غنعتبرو مثلا يا اما الزجاج يا اما الفيغ يا اما مثلا اللو يا اما شي حاجه اللي المعامل الانكسار ديالو هو ان هذا شحال كيساوي تعرفوا ان معامل الانكسار كتذكر هو سي على في سي هي سرعة الضوء في الهواء أو الفراغ لأن فاش نقول الهواء أو الفراغ هي لابخوكسيماسيون يعني التقريب يعني سرعة الضوء في الهواء هي تقريبا سرعة الضوء في الفراغ ولكن بيناتهم واحد لا ديفيرونس هي صغيرة بزاف أما في هي سرعة الضوء في الوسط المدروس شنو هو الوسط المدروس واحد الوسط اللي بيكون مثلا الزاج يكون الماء يكون شي وسط ولكن بيان سيغ يكون وسط شفاف لان الضوء تينتشر في جميع الاوساط شفافه وتينتشر حتى في الفراغ هذا هو الفرق بينه وبين الموجه الميكانيكيه الموجه الميكانيكيه راه الا ما عندك وسط كما ما يكون معه وسط مادي مرن ما يمكنش تهضر على موجه ميكانيكيه باغ كونتخ في الضوء الموجه الضوئيه الفرق بينها انها يمكن ان تنتشر في الفراغ ممكن تنتشر في الفراغ وهذه الميزه اللي متميزه بها على الموجه الميكانيكيه الموجه الميكانيكيه ما تنتشرش في الفراغ لا بدلا من وسط مادي مرن يا اما يكون غاز او لا سائل او لا صلب حنا عندنا معامل الانكسار ديال اي وسط شفاف اي وسط شفاف هي سي على في هذه كتكون عندي متر بار سكوند هذه حتى هي متر بار سكوند كتمشي هذا مع هذا كتولي ان بدون وحده زائد ان ان كاع اللي بتلقى تلقى سوبيريور ويكال ان يعني عمرك غتلقى انت ان صفر فاصله تلقى من واحد طالع الفوق شكون هو ان كيساوي واحد هو ديال الهواء او الفا الفراغ بحال بحال تاع الهواء الفراغ تيكون تقريبا واحد بيناتهم واحد الفرق صغير خدام حنا هي واحد من الهواء الفراغ فوت الهواء الفراغ كاع الاوساط الشفافه معامل الانكسار ديالهم تيفوت ليا واحد واحد فاصله جوج سيتي سيتي غناخد هنا وسط رقم جوج هنا وسط رقم واحد حنا كنعرفو حنا في الدرس ان الى سمينا شنو هي الخاصيات تاع موجه او المميزات تاع موجه عندها ثلاثه عندها اول حاجه السرعه اللي غادي نسميها في الهواء او نعطيها هي الحرف سي جايه من لاسيلاريتي سي لاسيلاريتي دو لوميير اللي كتساوي حنا كنعرفوها سي كتساوي هي 3.600 ناخذ هذا الوسط هذا هو الهواء غادي ناخذ السرعه المميزات ديال الموجه عندها ثلاثه عندها اول حاجه سرعه الانتشار غادي ندوزو ليها في الهواء كنعطيوها سي جاي من لاسيلاريتي دو لوميير اللي هي 3.600 متر بار سكوند الى كنا في الهواء وكنديرو لاندا زيرو زيرو تعني انك راك تخدم في الهواء اولا الفراغ زيرو هذا تعني انك راك تخدم في واحد الوسط اللي هو الهواء او الفراغ اللي هي طول الموجه عاد فوا التردد التردد ان مثلا اولا فريكونس اف هاد التردد هذا يا اما تسميه اف يا اما تسميه هاد نو صافي يا اما اف ولا ان اولا نو حنا طول لا لوميير بزاف كيخليو هاد النوع هادي يعني مشينا الموجه الضوئيه ولا شي حاجه كنعطيو هاد التردد هذا الا مشينا لوسط اخر اوتوماتيكمون السرعه ما تبدل كنعطيوها في يعني في في الوسط المدروس الثاني كما قلنا هنا لاندا تعطيها هي لاندا ما بقاش لاندا زيرو علاش لان طول الموجه كتبدل واحد ما كيتبدلش شكون هو هو التردد عقل الا بدلتي الوسط التردد ما تيتغيرش يعني هذا التردد نو كيبقى هو هو التردد اللي عندك هنا كنتي في هذا الوسط رقم واحد هو في الوسط رقم جوج اما شكون كيتغير تيتغير طول الموجه تيتغير عندي السرعه تتغير السرعه وتتغير طول الموجه اما التردد ما تيتغيرش علاش ما تيتغيرش التردد حيت التردد ما عندوش علاقه بالوسط الانتشار عنده علاقه بالمنبع صافي ديبون دو لا سورس هو ما ديبون با دو ميليو دو بروباغاسيون ديبون دو لا سورس يعني نبغي نبدل انا فريكونس خاصني نمشي ندير واحد ديفورماسيون في لا سورس سيتادير جو في شونجي لا سورس غادي نبدل لا سورس غادي نبدل عندي انا الفريكونس اما الا ما قصناش لا سورس لا فريكونس كتبقى لا ميم جيت نازل نازل هادو سون ديفيرونت هادو سون ديفيرونت لا لونغور دون طول الموجه كتبدل لا فيتاس دو بروباغاسيون تاهي كتبدل باش ننطلق من وسط لوسط هاد الحاجه هادي ديرها في الموجه الضوئيه ولا ديرها حتى في الموجه الميكانيكيه بدلنا وسط الانتشار جوج د الحوايج كيتبدلوا واحد ما كتبدلش هي التردد نجي ندير بهادو علاقه هادو شنو هي العلاقه اللي بجمع ليا كنعرف بان السرعه كتساوي هي لامدا زيرو فوا التردد طول الموجه فوا التردد
جي ندير تبادل العلاقة في كتساوي هي لندا فوا ميو، يعني بينهم علاقة ونجي نجمع دابا هاتي علاقة رقم واحد، هاتي اون تكنيك، هاتي واحد مثلا سمي هاتي علاقة رقم جوج، وهاتي علاقة رقم واحد في الوسط واحد، باش نبقاو محتفظين واحد جوج. باغي ندير علاقة ما بين هاد العلاقة هادي وهاد العلاقة هادي، سوفون غتلقاو هاد لا تكنيك مثلا في لا فيزيك في لا كيمي. شوف ديما حاول تشوف شنو هو لو كومان بيناتهم، لو كومان بيناتهم ولا اللي في هاد الحالة هي لا فريكونس، ونحاول نتبرص منها. دونك غادي ناخد هادي ديفيزي باغ هادي، غتولي عندي العلاقة رقم واحد ديفيزي باغ لا غولاسيون دوزيام غولاسيون، غتعطينا يس سي سيغ مي غاتخ تيغال ا لاندا زيرو فوا نيو ديفيزي باغ لاندا فوا نيو. Alors, non, je vais simplifier par nu, simplifier parce que quand on dit c sur v va être égal à lambda 0 sur lambda. Mon qu'il y a là, c sur v, comme tu voulais dire finalement, il y a c sur v, je crois, il y a petit n, les ou amène qui sort, les ou l'indice de réfraction, bien, je vais te dire, il y a lambda 0 sur lambda. On a dit des deux relations pour calculer n. C'est la bien démontrée, très simple. Le milieu 1, le milieu juge, le milieu 1, trop de valeur. والميليو الثاني خذ نابورت كيل ميليو، وهنا ان بتولي عندك يا لندا زيرو سيغ لندا وانت او بيان عندك من تحت عندك ان انتيغرال سي سيغ في، دونك سي سيغ في. انت عرفت البال ديما كنديرو في الهواء مقسوم او لا في الفراغ مقسوم على الوسط الاخر، السرعة في الهواء ولا في الفراغ مقسوم على السرعة في الوسط الاخر، طول الموجة في الهواء ولا في الفراغ مقسوم على طول الموجة في الوسط الاخر، تيبقى عندك طول الموجة مع تخمشة تيبقى عندك بدون وحدة، وانت لقيتي اون غولاسيون اخرى. بالنسبة للبس بزاف و لسيونس مات عندهم هاد الغولاسيون هادي عندناها مع الخف تاعكم، ان كتساوي هي واحد العدد أ زائد واحد العدد بي ديفيزي باغ لاندا كاري، هادي اون غولاسيون كتسمى غولاسيون دو كوشي. نسى السمية معندك ما دير بيها، هي واش تقول لك هاد لاغولاسيون تتقول لك ربي بال راه هاد ان معامل اللي كيصار سي با سون كونستونت ماشي هو حاجة ثابتة. نون هو ديبون دو لا لونغور دون، سيتادير هذا راه عنده علاقة بطول الموجة. مثلا إلا مشيتي درتو المنشور، مثلا درتو البريزم المنشور، هذا المنشور هذا دخلتو فيه مثلا نجيو نخدمو هنا، درتو هذا المنشور بحال هكا منشور هنا، ودرتو دخلتو فيه الضوء الأبيض، الضوء الأبيض لا لوميير بلونش، ودرتو لا ديفينيسيون ديال الضوء الأبيض، قلتو الضوء الأبيض هي لا سوبر بوزيسيون ديال بليزيور أوند مونوكروماتيك، هو واحد المجموعة هو واحد التراكب ديال موجات أحادية اللون، بمعنى جمعنا الحمار الزرق الصفر البنفسجي البرتقالي هما دوك الألوان الطيف، دوك ديال الألوان الطيف اللي عندك من لاكولوغ اللي كتبدا من عندهم لاكولوغ ديالهم كتبدا من الأحمر اللي كتبدا من 400 من الفيولي باردون 400 نانومتر وكتسالي في 800 نانومتر اللي هو الأحمر، هذا الغوج أحمر وهذا البنفسجي اللي هو الفيولي البنفسجي. والفيولي وكتبقى غادي غادي عندكم هذا شكون هي هذه طول الموجة لامدا. من هنا لهنا هذا كيتسمى فيزيبل المجال المرئي، كديرو المجال المرئي من 800 نانومتر الفوق كتسميو تحت حمراء اللي كتسميو لانفرا روج، دونك لانفرا روج هذه بالنسبة ليا لامدا، وهذا كتسمى لوفي لولترا فيولي فوق بنفسجي. داكوغ الوغ فاش يدخل الضوء الابيض شنو تيدير دابا هذا تيشتت لي هذا الضوء، الوغ كل واحد تياخذ الطرد ديالو تياخذ طول الموجه ديالو وحتى تبدل هادشي تيولي عندكم بحال هكا تسمعوا هي انه لقيتو ان المنشور وسط مبدد، وسط مبدد انه تيفرق لي هادوك لي كولور. علاش؟ لانه في الداخل كل واحد تياخذ لاندا ديالو وتيولي كل واحد لاندا ديالو، يعني تيولي هاد لاندا هاد المعامل الانبساط مرتبط بلاندا. يعني إذا دخلنا عند هذا المنشور هذا ماشي تقول لي هذا المنشور معامل الانكسار ديالو مثلا هو 1.5، لا هنا في هذه الحالة هذه تتولي تقول أن هذا المنشور معامل الانكسار ديالو أن على حسب اللون اللي بغيتي. أشنو هو اللون اللي بغيتي؟ مثلا بغيتي اللون الروج كيولي أن تاع الروج عنده قيمة، والأن تاع الفيولي عنده قيمة، والأن مثلا ديال الجون عنده واحد لافالا أخرى، رغم أنك خدام في نفس الزجاج مثلا في نفس الفارق نفس المنشور نفس الوسط، ولكن المعامل الانكسار كيختلف على حسب طول الموجة. هاد العلاقة هادي تقول لك أن كل معامل انكسار عنده علاقة بطول الموجة، يعني معامل الانكسار تيتعلق بطول الموجة ديال الإشعاع اللي صيفطنا اللي ورد على هاد المنشور، واش إشعاع أصفر جون ولا فيغ ولا مثلا فيولي ولا روج ولا بلو ولا بامبوخت، تكون عندك هاد لاغولاسيون هادي غادي تفقوها نتايا. سي فاسيل اكالكولي هاد ان، هذا يوسفي باش تكون عندك نتا هاد لاندا، وهاد ا و بي راه تيكونو معطيين هما في التمرين، يعني سون دي نومبر غيال ابارتيان ار افيك ا فيغيل بي تنتمي لار كاري، يعني كنت هاد ا تنتمي لار و بي تنتمي لار فوالا.